الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، سنأخذ عندنا كتابان، كتاب شرح الطحاوية. شرح الطحاوية، طبعا الطحاوية لها مآخذ، يعني المفروض لا يشرحها إلا متقن في باب الاعتقاد، وأيضا كتاب أصول الإيمان للشيخ محمد بن عبد الوهاب. فأنا أرى أن يوم الثلاثاء، ما دمنا قد أخذنا سلسلة الشيخ محمد عبد الوهاب ناقد الإسلام انتهى، نأخذ شرح أصول الإيمان، لا سيما وشرح أصول الإيمان هو يجمع بين الفقه وبين أصول الاعتقاد، بين الأسماء والصفات وأيضا القدر، ويجمع أيضا بالغيبيات، وعنده أيضا في الكلام على السنة والبدعة، فهو نوع، وهو يعني صراحة كتاب ماتع جدا، وشرح أصول الإيمان لا سيما أنه أيضا تناوله بالشرح الشيخ إبراهيم آل الشيخ. عندنا كتابان، أقول شرح، عندنا الطحاوية وعندنا كتاب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. كتاب أصول الإيمان يختلف عن كل الكتب التي كتبها محمد بن عبد الوهاب، كتاب لا خطأ كلامك، خطأ يا سلفي. كتاب أصول الإيمان بالذات كما قلت يجمع بين السنة والبدعة، والكلام على إجمالا، طبعا الإيمان بالله إجمالا، يتكلم عن بعض الصفات التي أنا أردت أن أركز عليها، يعني بيتكلم عن صفات العجب، صفات التردد، الصفات المختلف فيها. فلذلك اخترت هذا الكتاب أن يكون كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب يوم الثلاثاء، وشرح الطحاوية سيكون مكان كشف الشبهات يوم الأحد إن شاء الله. يبقى بهذا يكون الله قد جمع لنا بين الكتابين. أما كتاب الشيخ محمد عبد الوهاب، لا يصح أن يقال في هذا الباب. نعم، الكتاب يجمع بين أمور أنا أحب أن أركز على الطلبة أن يتقنوا هذه المسألة، مسألة الصفات التي ورد فيها الخلاف من السلف، وبيان هذا الخلاف، وإن شاء الله هذا الكتاب يكون ماتعا، لأن فيه كما قلت أيضا الكلام على السنة والبدعة، وهذه مهمة جدا بالنسبة لي. وأيضا أنا سأعرج معه، أسحب سحبا في كلامي على العذر بالجهل، لأنها من الأهمية المكان. وأما شرح الطحاوية سيكون يوم الأحد بإذن الله. إذن أبشره خيرا، يعني إن شاء الله منهاج السنة يكون بعد أصول الإيمان. أصول الإيمان لن يكون طويلا، لكن أنا أردت أركز فيه على شيئين عشان تعلموا. سأركز فيه على أمرين مهمين، هو الصفات التي اختلف فيها السلف، وأيضا الكلام على مسألة السنة والبدعة المكفرة، لا سيما البدعة الإضافية، أبينها. هذا هو، وبعدها يكون منهاج السنة. وأما شرح الطحاوية سيكون يوم الأحد بإذن الله. أنا بس يعني يكفيني، سأبين لك يا سلفي خطأ ما تتبنى، أو أنا أكون مخطئا فصوبني. شوف، هو أصالة سيتكلم عن إيش؟ سيتكلم طبعا إجمالا على الإيمان بالله جل في علاه، الإيمان بقى بالله، الإيمان بوجوده، الإيمان بالأسماء الحسنى والصفات العلى، على ما قال الشيخ محمد إبراهيم هو اللي تولى ذلك. سيأتي إلى صفات الشمال، وصفة الشمال مختلف فيها بين العلماء. طبعا ما أدلت صفات الأفعال، صفات السمع والبصر، صفة الفرح، صفة اليد، وأيضا الكلام على مسألة الرحمة في التعميم والتخصيص. جيد، وبعد ذلك يتكلم على مسألة الأطيط وإثبات عظمة الله جل في علاه، وسيتكلم على مسائل في توحيد الإلهية، فيكون هذا الباب. حتى ولو كان أنا أريدك تسكت الآن وتسمع لتتعلم، لا يفيدك، لأن الكوب الممتلئ لا يمتلئ، فتسكت الآن وتقول ما تقول أعلم، أنا الآن أعدد لك ما تفهمه على أساس يفيدك وتتعلم في توحيد الإلهية، لأنه جمع بين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الإلهية، وجمع أيضا بالكلام على السنة والبدعة، ثم جمع بعد ذلك الكلام على أداب طالب العلم في هذا الباب. فلابد فيها الكلام على تنحي طالب العلم في مسائل المجادلة والمراء، كل ذلك أفضل ما يكون شرحا وتفصيلا لطلبة العلم. لما كتاب واحد يحوي هذا بأسره، هذا أمر من الأهمية والمكانة عندي، لا سيما أنه أيضا سيدخل في مسائل توحيد الإلهية، فجمع بين الأمرين. فالحق أن هذا الكتاب مغفل من يتركه، والذي لا يعني يقف معه طويلا يكون قد ضيع بابا من أبواب العظيمة. لذلك أنا قلت
نجمع بين الأمرين، كتاب أصول الإيمان، وهذا من أمتع الكتب أيضا التي كتب الشيخ محمد ككشف الشبهات، وبعدها شرح التحويل إن شاء الله يكون يوم الأحد. إذا انتهى هذا ندخل على منهاج السنة. طيب، أصول الإيمان للشيخ محمد عبد الوهاب، وهذا أيضا عرفانا بالجميل لهذا المجدد الذي اختلف عليه كثير ممن قام يقول بالمذهبية ويشتم في محمد عبد الوهاب، يقول إن دلالة على أن هذه المسألة مسألة يعني فيها ما فيها مدخولة جدا، على أنه ما أن يطلع ويتكلم عن المذهبية إلا ويسب محمد عبد الوهاب ودعوة الدعوة المباركة، هذا خطأ مبين صراحة. مصطفى أحبك الله أحسن الله عليك. شوف، أنا أريدك طبعا أن تجمع بين العلمين، هذا أفضل ما يكون رضي الله عنك، فخذ الرقم تأخذه من المشرفين واتصل عليها، وإن شاء الله نتفق وإن شاء الله يكون أمر خير. تشرف المنصورة والإسكندرية يعني يتشرفان بمثلك، وأن يجمع الله لك بين العلمين. كم في المجلس من أطباء عندنا جمع الله لهم بين العلمين، وهذا خير كبير، هذا خير كبير. إمامنا في المذهب الإمام الشافعي كان طبيبا كما كان فقيها. الشارح هو محمد، الشيخ محمد المفتي صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم ابنه آل الشيخ. طيب، الكتاب كتاب أصول الإيمان لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب يبدأ بأركان الإيمان الستة، وهذا نعم فيه قدر واجب لا صح إسلام بدونه، قدر واجب على كل مكلف، من لم يأتي به فليس بمؤمن، هناك قدر زائد على هذا تبع. أنا أريد أن أبين شيئا في هذا الباب، هو الكلام على مراتب الدين في حديث جبريل: الإسلام الإيمان الإحسان، الإسلام الإيمان الإحسان. لابد أن نعلم أنه لا يكون الإيمان إلا بأصل الإسلام، فلابد بالشهادتين وأيضا الإحسان لابد له من أصل الإيمان. المراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام أعم من جهة ناسه، فهم كثر، كل من ترفض بشهادتين حتى لو كان منافقا يحكم له بالإسلام على أساس الظاهر، لهم على المسلمين وعليهم على المسلمين. وهو من ناحية ذاته فهو أقل المراتب، والإيمان أعم من جهة ذاته، أخص من جهة ناسه. المؤمنون أقل لأنه درجة أرقى، والإحسان أيضا هو أوسع من جهة ذاته، أقل من جهة ناسه. يقول الأركان، أركان الإيمان هذه جاءت في حديث جبريل الطويل، قال: فأخبرني عن الإيمان، فأخبره بأركانه، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، في رات والبعث والنشور. الركن الأول هو الإيمان بالله جل في علاه، والركن الثاني هو الإيمان بالملائكة إجمالا في هذا الباب، والركن الثالث هو الإيمان بالكتب، والرابع الإيمان بالرسل، والركن الخامس الإيمان باليوم الآخر، البعث والنشور، الركن السادس القدر خيره وشره. هذا سيأتي إن شاء الله تفصيله، لكن نبدأ بالركن الأول. الركن الأول هو الإيمان بالله جل في علاه. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجود الله، ويتضمن الإيمان بربوبية الله جل في علاه، الإيمان بإلهية الله جل في علاه، والإيمان بالأسماء الحسنى والصفات العلى. الإيمان بوجود الله، وجود الله لا يقال أن الله عرفه بالعقل، لا يقال بأن وجود الله العقل دل عليه، هذا خطأ مبين. وجود الله تعالى الشرع، نعرف الله بالشرع أولا ثم العقل يقر بذلك، ثم أيضا الفطرة نعم والحس، الفطرة والحس. وجود الله تريدها بالشرع كما قال الله جل في علاه: إني أنا الله رب العالمين، كما قال الله تعالى: الله خالق كل شيء، عرفكم الله بنفسه سبحانه جل في علاه، وبين لكم أنه الذي خلق ورزق وأعطى منع سبحانه جل في علاه، فاعبدوا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. وأيضا وجود الله يقره العقل بالنظر إلى آيات الله المرئية: السماء، الأرض، السحاب، الأنهار، الأشجار، الجبال، البحار نعم، وأيضا الآيات المتلوة يتدبرها أفلا يتدبرون،
افلا تدبرون، قال الله تعالى افلا تدبرون القران ولو كان من عند الله من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. افلا تدبرون القران ام على قلوب اقفالها. بالعقل ينظر الى هذا الخلق البديع التناسق في النظر الى السماء، ما خلق الله جل وعلا في السماء وما بين السماء والارض، السحاب المسخر بين السماء والارض ايه داله على وجود الله جل في علاه. ايضا الشمس والقمر والتناسق العجيب، قال الله تعالى القمر قدرناه والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، قال والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. دلاله واضحه جدا على وجود الجبار سبحانه وجل في علاه. هذه النجوم التي تتلألأ ليلا وتختفي نهارا، هذه البحار والأنهار التي سخرها الله جل في علاه ناطقة بوجود الله جل في علاه. لذلك قال العربي إن الآثر لا يدل على المسير وإن البعر لا يدل على البعير، فسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج تدل على طيف الخبير. ولذلك قال بعض النبلاء من العلماء وليس يصح في الأذهان شيء إن احتاج النهار إلى دليل، ليت شعري كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. لما قيل للعربي كيف عرفت ربك، قال عرفت ربي بالغير. شوف يعني وهو الذي أضحك وأبكى بالغير. نعم دع الأمور تجري في عنتها ولا تبيتن الليل إلا خالي البال ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. يعرف الله جل في علاه أيضا، يعرف وجود الله جل في علاه بالحس، والحس هنا تراه أن المرء يكون مضطرا وتنزل عليه البلايا والرزايا فيرفع يديه باكيا فيكشف عنه الأمر في التو واللحظة، وهذا دلالة واضحة جدا على وجود الله جل في علاه. لما دخل العربي قال النبي صلى الله عليه وسلم هلكت الأموال وجاع، هلكت الأموال وجاع العيال فاستسقي لنا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس، وهذه دلالة واضحة جدا، يقول أنس ما في السماء من قزعة من سحابة حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يدعو فأظلتنا سحابة فأمطرت، ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر إلا والمطر يتحاضر من بين الأحياء أسبوعا كاملا. ولذلك لما قام عكرمة فر من النبي صلى الله عليه وسلم ركب البحر تلعبت به الأمواج فقال إن أنجيتني لأذهبن إلى محمد وأبايعه على الإسلام وقد كان. فهذه أيضا دلالة الحس وأيضا دلالة الفطرة، كما قال الله تعالى فطرة الله فطر الناس عليها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء يعني يميلون إلى التوحيد دون الشرك فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. أما الإيمان بالربوبية والأسماء والصفات إن شاء الله يكون في الأسبوع القادم. سبحان من وفقنا لإتمام هذه الدروس، جزاكم الله عنا خير الجزاء، أحسن الله إليكم، نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. وأنا أعد أيضا عشان أجمع بين المصلحتين بين ما قال سلفي إرشادا في هذا الباب وبين الأمر، أنا أركز على مسائل معينة، المسائل التي درسناها قبل ذلك سأمر عليها مرورا سريعا لا أتوقف معها، والمسائل التي أريدها من الكتاب أصالة وهي مسائل الصفات المختلف فيها بين السلف لأبين كيف الاختلاف ولما وقع الاختلاف، وهل ده يبيح لمثل الأشاعرة ومثل أهل البدع أن يقولوا احتملونا فالخلاف حمال وأنتم قد اختلفتم في مسائل، هل لهم في ده؟ هذه وجهة نظري بالضبط في الكتاب في هذا الباب، ومؤخر الكتاب في مسألة أداب طالب العلم سأركز عليها، والآخر أمر عليه مرور الكرام، وأكون بذلك قد جمعت بين الأمرين حتى أسرع إلى منهاج السنة. أسأل الله جل وعلا أن ينفع الجميع بذلك وأن يجعله إخلاص الوجه الله الكريم، والحمد لله أن وفقنا إلى أن انتهى الدرس. يعلم الله بما كان يحدث لي الليلة، ما يعلم به إلا ربي جل في علاه، ولكن الحمد لله قد وفق الله الجميع، وهذا من بركة ما أنتم فيه، أنتم ناس لكم نوايا طيبة ولكم حرص غريب، فلذلك الله جل وعلا يوفق لهذا الخير. نسأل الله أن يحفظ لكم هذا الخير وأن يحفظ لنا هذا الخير وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا وأجعلنا من نتعلم نتعبد وأنشر ذلك بين الناس. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي.
النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.